نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا حاشدا في أسوان لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وطالب المشاركون في المؤتمر بخروج المصريين بكثافة للتصويت بهذا الاستحقاق الانتخابي المهم. مؤتمر جماهيري حاشد وجديد ضمن سلسلة المؤتمرات التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت عنوان حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، ليأتي المؤتمر هذه المرة في أقصى الجنوب وتحديدا في محافظة أسوان في نسخته 12، وذلك دعما ومساندة للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من مشروعات تنموية وقومية على مختلف الأصعدة في ربوع مصر كافة. بنرد جزء للرئيس السيسي، كل المواطن في أسوان على وعي، عارف اللي عمله من أجل مصر، الناس كلها جاية بحب. أقول على كل حر أن يخرج ويلبي بصوته لأنه صوته أمانة لهذه البلد. بندي رسالة أولا للعالم كله، نقول له احنا شعب راقي وننتخب رئيسنا بطريقة ديمقراطية سليمة. وخلال فعاليات المؤتمر تم التطرق للإنجازات الضخمة التي نفذتها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية في كل المحافظات وخاصة محافظات الوجه القبلي، وما شهدته من طفرة عمرانية ملموسة لدى جموع المواطنين، كذلك حث وتشجيع المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة كواجب دستوري لكل المواطنين. المشاركة هي مشاركة في بناء الدولة، مشاركة في دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات. لابد واجبنا احنا كرموز موجودة ان احنا نوعي أهالينا في أسوان. صوتنا أمانة ولازم ننزل ونشارك نحمي وطننا ونبعث رسالة للعالم إن احنا شعب بنحب وطننا ومتكاتفين وإيد واحدة. أكبر انتخابات هتحدث في مصر فيها مشاركة مصرية من الشعب المصري سواء في الخارج أو في الداخل. وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة وبتأييد شعبي كبير، يستمر التحالف الوطني في إطلاق المؤتمرات التي يؤكد فيها على دعمه الكامل للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية.